عسل قوي. هاي النار قامت اهي كده، نسوي التعبان ونتعشى. بطل قرف بقى يا ابني انت. قرف ايه؟ مالك يا بنت قرفانه قوي من التعبان؟ ما انتوا كلكم تعبين وافاعي. انا مش قرفانه من التعبان، انا اي حاجه بتيجي من ريحه الرجاله بكرهها. اه واضح قوي بقى. مرت عم محمود التخين اللي رايحه جايه معاه في كل حته. محبوبي حبوبي دبدوبي ده احسن راجل في العالم. ده على اساس ايه؟ نص راجل ونصه كنتالوب؟ لا، على اساس ان هو متربي معانا في معسكر الستات فواخد كل مبادئنا. انت عمرك ما شفت راجل مالك قفشه من الرجاله قوي كده ليه؟ عملوا لك ايه؟ ما عملوليش انا، عملوا لماما. من اول ابوها اللي كان بيضربها وطردها بره البيت لحد عمها اللي كمل عليها وقام واخد الميراث بتاعها كله. ايه النكد ده؟ ايه الماساه دي؟ بعد كده بقى اتعرفت على بابا واتجوزته وخانها مع واحده تانية، واما عرفت وحبت تعترض قام طاردها وضربها برده زي ما باباها عمل معاها، فقررت ان هي تتعلم فنون القتال وتجيب حد يدربها. ابن حلال اغتصبها. ابن جزمه. عرفت بقى انا بكره الرجاله ليه؟ طب وانت سمعت وجهه نظر الراجل اللي اغتصبها؟ مش يمكن امك كده تطلع بنت تربان يعني كدابه، كدابه بتكذب عليكي واصلا تكون ظالمه ومنكده عليه زي كل النسوان اللي عرفهم ابويا نكدوا عليه وخانوه في الاخر. ومين قالك بقى ان ابوك عنده حق؟ ما يمكن ابوك كذاب. انت لامك كدابه. ما تستعبطش واحترم نفسك وما تتكلمش على امي ولا تجيب سيرتها على لسانك. وانت تجيبي سيره ابويا القائد الاعظم عادي؟ عامه يا المطره خلصت، انا همشي. واعمل حسابك بعد كده ما تكلمنيش غير في اوقات الحرب الرسميه، غير كده لسانك ما يخطبش لساني، فاهم ولا لا؟ وانت طول لساني خطب لساني، انت فيك الساعه استني عندك. خدي دي حطيها على دماغك، يمكن المطره تمطر تاني فتاعي وتموتي. شكرا. وانت كمان لما تروح ابقى اشرب هباب سخن احسن، يجيلك برد وتعيا وتموت. ماشي.